السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين والمشاهدات دياولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. غادي نقدم معكم ان شاء الله المكونات اللي جبتهم باش ندير بهم سلو ان شاء الله. التقديه ديالي على حساب سلو، وبغيت نشاركها معكم ان شاء الله. ها هو عندي هنايا كيلو ديال زريعة الكتان كما تشوفوا، عندي كيلو وعندي كيلو ديال اللوز، وراني عاد غادي نزيد هانتوما كما تشوفوا. وعندي هنايا جبار لنجبار، ها هو نص كيلو. وعندي هنا جوج كويبسات نتاع الكاجو، هنا 500 غرام هي كيلو. وعندي هنا كيلو ديال الجنجلان هانتوما كما تشوفوا، هذا راه محمر ومعدل منقي ما فيه حتى شي حاجه، كيلو. وعندي القرقاع، وراه باقي غادي نزيد عاد واحد الحبه، واحد القرصه بحال هذه. وعندي كيلو ديال القوقو، ولكن راه عندي عاد باقي غادي نزيد، ها هو كاين هنايا. القوقو كامل غادي نزيدو. وعندي هنا جوج كيلو ديال القوقو، هاد القوقو كامل غادي نديرو. انا راني كنقص الفرينه وكندير هاد المكونات هادو. نقسم لكم بالله اخواتاتي، هي اللي دارت هاد السلو هذا، درتو العام اللي فات في رمضان ودرتو ناشف، ما درتش الفورس، درت الحرشه، درت الفينو ماشي الحرشه، درت الفينو. وملي درت الفينو بقيت مع السحور، انا عندي لي سطوما مريضه ما كناكل حتى شي حاجه مع السحور. رمضان ديال العام اللي فات بقيت ناكل غير شي معلقات ديال سلو وكاساتاي، نقسم لكم بالله ما حسيت بذاك رمضان، لا بالحريق ديال لي سطوما، ولا بالجوع، ولا بالعطش، ولا حتى بشي حاجه. هاد الحوايج هادو راه مزيانين بزاف للجسم ديال بنادم. وما درتش زيت الروميه، وما درتش سنيده، درت العسل الحره، ودرت كسميتو، وما درتش الزيت الروميه، درت العسل وزيت العود، هذا الشيء اللي درت. حبه حلاوه والنافع والبسباس راني طحنتهم، ها هما راني طحنتهم، هما هادو راني طحناهم وشداهم. هادو غير الحلبه وحبه حلاوه جبتهم من عند ولدي، هذا الشيء كلشي جبتهم من عند ولدي من المحل ديالنا. وراكو عارفين شي كنشتفو شي كنهزو قدامو شي كيكون الراجل عاد ما كيقولش، وما الولد ما راكو عارفين ولاد اليوم حاجه اللي هزيتها لقيتو جايب هاد الحويجات هادو شادهم عاد ديك الساعتين، قال لي هذا هو الربح معاك. ايوا هذيك هي، راكو عارفين الوليدات باش ينشتفو ما يشوفوش وشي نهزو قدامو بالعلالي. ملي كنشوفو ساكت ما يقول والو نهز، بصح ملي كنشوفو يزعف حاجه نبينها له وحاجه ندركها. ايوا نضحككم شويه المشاهدين دياولي، وبنادم يضحك شويه ونشد شويه ونموت غدا، واش غادي نديرو؟ عيينا باش ما عيينا بكل شيء، ولكن حتى حاجه ما تنفع، حتى حاجه ما تدوم، ما هادشي اللي كان. ودابا راني غادي نسلق اللوز ديالي، راني دايره الماء يسخن، غادي نسلقو باش نقشرو ان شاء الله، ونعاود نتلاقى معكم المشاهدين دياولي. هنا خواتاتي كما تشوفوا راني دايره هنا القوقو باش نحمرو. هانتوما كما تشوفوا راه ملي كديروه في الزيت راه كيتحمر كامل، ما كتبقى حتى حبه، وكيتطحن لكم كامل. وهنا راني دايره خواتاتي اللوز يتسلق باش نقشرو كما تشوفوا. هنا راني دايره الدجاج يطيب باش ندير عليه الرز، هذاك الرز الناشف كيبغيوه وليداتي كنطيبو لهم. ايوا هاني دايره هنايا كسميتو هاد الطبسي، راني كندير فيه الكاغط باش داك القوقو ما يبقى فيه لا زيت ولا حتى شي حاجه، كتشرب هذيك الزيت كتشرب ملي كنطحنو، كيجي زوين، كيجي مطحون، ما يجي لا مزيت ولا والو. هانتوما راه واخا كيتقلى في الزيت، وديك الزيت قلت لكم كندير الكاغط كيشربها، ما كنخلي فيه لا زيت ولا حتى شي حاجه، كنمسحو عاد كندير كنحمرو ونعاود اخواتاتي نتلاقاو. هانتوما اخواتاتي فين حمرت اللوز والكاوطو، راني حمرتهم كما تشوفوا راهم ناشفين ما فيهم لا زيت ولا حتى شي حاجه. هانتوما محمر، ودابا غادي نطحنهم. وهذا الكاوكاو
كوكور عندي هنا شي 3 كيلو ولا ديال الطبسي كبير كما تشوفوا، راه محمر ومعدل. ودابا غادي نطحنهم ان شاء الله. عندي هاد الطحانه هادي، غادي نسيف هادي ولكن هادي كطحنو مزيان حتى يتعجن. هادي كطحنو ما كطحنوش مزيان، غير كتبلبلو. غادي نسيي هادي اللي طحنت لي مزيان، غادي نطحن بها ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو. هنا خواتاتي فين طحنت المكونات ديالي كاملين، ها هما. واحد الحاجه اللي ما ذكرتها لكمش، هذا راه الشوفان، درت واحد الميكا ديال الشوفان فيها 500 غرام. ها نتوما راه حتى هو راه منفيع وزوين. وهنا خواتاتي هاني غربلت الطحين ديالي، هذا راه ماشي الفورس، راه الفينو. ها نتوما كما تشوفوا الفينو، انا حمرته في الفران ديال برا، واللي بغى تحمرو في الدار ديرو في الكوكوت، صحدو غير في الكوكوت كيتصهد، بقى تحركو حتى يتحمر. ها نتوما راني مغربلاه ومعدلاه، شوفوا تبارك الله. هاد المكونات كاملين غادي نقلبهم هنا باش نخلطهم. بسم الله بسم الله. وكما تشوفوا راه حنايا غير الخير تبارك الله، واحد الحويجات اللي هما منفعين كما تشوفوا، راه كامل دوك المكونات اللي طحنتهم هما هادو. دابا راني غادي نخلطهم هانتوما كما تشوفوا. هذا راه حبه حلاوه والنافع والبسباس، ها هو. نخلي غير واحد الشويه على حساب الشباكيه. والقرفه كما قلت لكم، انا سلور عندي لي سطومه مريضه كايوجعني، بصح هادي غير جربوها خواتاتي والله ما تهولوا. في رمضان تبقاو تسحروا غير بها، ما تاكلوا حتى شي حاجه هكا، شي معلقه مع كاساتين مع الصباح مع الاخر مع السحور، والله ما توجعكم لي سطومه. وهنا خواتاتي جوج حوايج اللي ما غاديش نديرهم، ما غاديش ندير زيت الروميه وما غاديش ندير السكر. كما تشوفوا راه غادي ندير زيت العود، ها هي زيت العود، وغادي ندير العسل الحره، هادي راها العسل الحره. انا ما غاديش ندير السكر، دوك الحوايج هما اللي كيوجعوا، زيت الروميه وزيت والسكر والزيت. واخو ما سخنتوهاش زيت العود ماشي مشكل، راه كنديرها غير بارده راه كتجي سلو زوينه. انا راني باغي نسخنها شويه غير باش تذوب لي العسل، غير فين غادي تذوب العسل غادي نطفي. وراني ما غاديش نجرونها مزيان، راني خواتاتي غير غادي نبلبلها كما تشوفوا. غادي ندير غير هاد الشويه، وغادي ندير كسميتو العسل، ها هي العسل الحره. والا خصتني غادي نزيد واحد الشويه ديال الزيت غير بارده، على حقاش العسل الحره راه ما كتشم ما كدير ريحه ما والو، باش تقولوا غادي نديروها بارده غادي تدخل لي شي ريحه ولا. والحوايج المهمين ماشي مزيانين هما السكر والزيت، انا ما كنديرهمش. كنا نديرو هادي شحال وداك الشيء، ولكن الحمد لله اللي عنده باش، اللي عنده العسل الحره يدير العسل الحره احسن له، يحاول على صحته، ما توجع ما والو. هانتوما خواتاتي دابا غادي ندير هاد سخن باش العسل تذوب. غير جربوا خواتاتي هاد الطريقه، ما غاديش ندموا عليها، فيها حويجات منفعين وفي رمضان زوينين. هانتوما دابا خواتاتي غادي ندير هاد سخن ان شاء الله ونعاودوا نتلاقاو. هنا خواتاتي راني كنخلط في السلو ديالي كما تشوفوا، حتى هو راه صعيب التخلاط. وراني غادي نحكو مزيان هكا وندير له زويته، وغادي نخلطو مزيان. وإلا ما قديتش نخلطو مزيان غادي نردو في العجانه تخلطو لي مزيان، وديك الساعه نجمعو. ها انتم
وراه صعيب ملي كديروا فيه الزيت، صعيب التحراك. تنسالي ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو. هنا خواتاتي راني خلطتها، وهذه راه واحد القريوعه ديال الزعتر، هذه راني طحنتها كامله، ها هي راني زدتها مطحونه، راه كيعطي واحد المذاق زوين، وكما تعرفوا راه هو ممتع بزاف، راه طلق واحد الريحه زوينه. بسم الله. هنا خواتاتي غادي نكب هذيك الزيت، كما قلت لكم راني ما طيبتهاش مزيان، راني غير ذوبت العسل. هنايا غادي نخلطها هكا، نخلطها مزيان، وكما قلت لكم راه ما غاديش نجرونها، راه غادي نبلبلها وصافي، ما غاديش نكثر لها الزيت باش تجي جاريه، غادي نخليها ناشفه. وغادي نشوف دابا نخلطها مزيان، نشوف الا جاتني في الهواه هي هذيك، ما جاتنيش نزيد واحد شويه ديال زيت العود، وغادي نخلط خواتاتي باش ما نطولش عليكم الفيديو ونعاودو نتلاقاو. هنا خواتاتي فين خلطت السلو ديالي، شوفوا كيجي تبارك الله، ها نتوما راني ما زيدتوش مزيان، جات غير بلبله كما تشوفوا، ها نتوما راه واحد السلو تبارك الله، ما تقنعوش منه، جربوا خواتاتي راه غادي يعجبكم، وما عمركم غادي تخلاو عليه. هانتوما حتى الطبسيط تقديم ان شاء الله، ونعاودو نتلاقاو. هانتوما خواتاتي الطبق النهائي ديالي ديال سلو ديالي، شوفوا تبارك الله كي تجي دايره واحد سلو، زوينه زوينه بزاف، وتجي بنينه وما كتوجعش، تجي تبارك الله واحد سلو زوينه بزاف. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والى عجبكم ديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، ومرحبا بالناس اللي جاوني جداد، ومرحبا بكم كاملين، ونتمنى تنورونا بشي بصيمات، ديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد، وبالسلامه عليكم، وخليتكم على خير ان شاء الله.